إضافة إلى فقرات البرنامج الأخرى الطقس وحركة المرور والطائرات والتواصل الاجتماعي والتقارير المنوعة من مختلف دول العالم. أما الآن فرح نكون بفقرة الطقس مع علي. صباح الخير علي. صباح الخير شهد وطيب الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير. نتعرف على حالة الطقس لهذا اليوم في العراق والدول العربية والعالمية. راح ننتقل لنشاهد شوارع بغداد وحركة المرور في بغداد الآن. ايضا حركة السير الصباحية ما بين التقاطع الخارجية وجسر السنك هناك كثافة مع وجود الاخوان الله يبارك فيهم والسيطرات. مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم وفقرات حلقتنا لهذا اليوم. انضمت لي داخل الاستوديو صابرية. صباح الخير عليك. صباح الخير يا شهد. صباحك خير وبركة على كل مشاهد قناة رشيد الفضائية في هذا الصباح. السابعة والربع أيضا غادرتنا رحلة من بغداد إلى دبي وعند الساعة التاسعة والنصف إن شاء الله بعد قليل ستغادرنا رحلة من بغداد إلى اسطنبول. الأجواء كلها تمام، حركة الطائرات مثل ما سمعنا الأستاذ صلاح تاي، بس أنت قولي لي بما أنه إحنا رايحين على فقرة فتنس ورياضة الصباحية، تدرين صابرين معلومة صغيرونة لكل اللي يشاهدونا، إحنا نعرف إنه الرياضة هي تفيد لصحة الجسم ورشاقة الجسم، بس للإضافة ممارسة النشاطات الرياضية ترفع المعنويات، تحسن المزاج وتنطي ثقة بالنفس أكثر، لأنه ممارسة النشاطات الرياضية تفرز الإندورفينات الناقلات العصبية اللي تنطي الشعور بالارتياح والرضا. صباح الخير. يوم حلقتنا راح تكون ستريتشينج وهي تمارين للتنفس والاسترخاء وبتفيد للي عندهم ستريس أو موتر أعصابهم. كل اللي راح نعوزه مطلع وصبايا منبلش سوا مع بعض. اوكي راح ناخذ نفس بعد مره. اوكي شد خصرنا قد ما فينا. إذن مشاهدينا الأحباب ما زلنا متواصلين وياكم في تقديم فقراتنا في صباح يوم جديد. وصلنا وياكم إلى فقرة شلون صحتك. دائما في فقرة شلون صحتك نتحدث عن موضوع مهم وشيق ومفيد في نفس الوقت. اليوم راح نتحدث عن أمراض العمود الفقري وإصابة. سنتحدث مع الدكتور معد السعدون اختصاص أمراض الروماتيزم والعمود الفقري. طبعا أكثر الأشخاص اللي لا يمارسون الرياضة يكون العضلات عندهم والأربطة والفقرات حركتها حتى نخلص من هاي المشكلة نهائيا لازم بالبداية نعرف انه احنا شنو نحط بالبداية. يا اما نخلي مواد تقلل لنا سد المسامات بالنسبه للبشره الذهنيه، نقلل شويه من المسامات، نخلص من مشكله المسامات المفتوحه حتى يطلع الميك اب جميل، او ممكن نستخدم احنا السن بلوك. يسعد صباحك يا صابرين وصباح كل مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في فقره زودياك هذا اليوم. ولنأتي ونرى ماذا تقول لنا الأفلاك والأبراج هذا اليوم. شكرا لك جنان. مشاهدينا متواصلين وياكم وفقرة السوشيال ميديا مع سرمد. يسعد صباحك. شلون نقدر نسوي مجموعة؟ نروح للصفحة الرئيسية، أكو هنا مكتوب المجموعات، نضغط عليها. طبعا مباشرة راح نلقي هنا مكتوب انشئ مجموعة، وبكل سهولة
راح ممكن أنه نكتب اسم المجموعة راح نسمي أصدقاء. خاصة أن العراق عمل على رأي تصريحات الحكومة أن يبقى على الحياد، لكن جاء تحت عنوان لا تخربوا بيوتكم بأيديكم. نقرأ جزء من هذا العمود. أكدت الوقائع على انعدام الثقة بين أطراف العملية السياسية والفشل في حل المشكلات بالحوار. السلام عليكم. الكتل السياسية العراقية على اختلاف مشاربها ونوازعها ورغم خلافاتها العميقة توحدت في لحظة نادرة على رفض الخطاب الطائفي الذي ربما وجد له متنفسا في التعبير عن نفسه من خلال بعض الكلمات المتشنجة في تظاهرات يوم الجمعة. فقد استشعر شركاء الوطن وفرقاء العملية السياسية خطر الدعوات المريبة الدافعة إلى تمزيق البلد والمساس بوحدة نسيجه الاجتماعي، ونتمنى نحن جميعا أن يجمعوا على خدمة البلاد والعباد مثلما غضبوا حرصا على وحدته ووحدة شعبه. هذه قراءة جديدة في ملفات جديدة وإطلالة على الحدث كما حدث وبالحرف الواحد، والبداية مع العناوين. شعارات تظاهرات الجمعة، هل تفتح الباب من جديد على جحيم الطائفية؟ ماراثون الموازنة يتعثر مرة أخرى قبل خط النهاية. وصابئة العراق يتمسكون بحبل الوطن رغم كل ما يواجههم من مشكلات. الله الله بيهم، هم أقل الأقلية. مشاهدينا بإمكانكم التعليق على مواضيع الحلقة اليوم. فقد تميزت تلك الخطب بتصعيد لافت، أقل ما يقال عنه أنه توجه بقوة نحو طروحات طائفية حادة. لكن تعالوا قدمتوا مطالب، أوقفوا من خلال منابركم في صلاة الجمعة، خلينا نتحدث عن هذه المطالب 13 وقولوا هذا المطلب تنفذ وهذا المطلب ما تنفذ. الحكومة اليوم قالت أطلقت سراح عدة آلاف من المواطنين من الموقوفين.
بصراحة أقول لك إياها، العراقيين لو يحصلون على حق المواطنة بشكل عادل ولا ماكو هذه. أنا اليوم حتى أحافظ على ساحتي الانتخابية لازم أظلم الغير، هذا ما يجوز ما يصير. أنا اليوم أقول لك إياها، المرجعيات إذا اجتمعوا ورفعوا بنتيجة هذا الاجتماع شخصوا الخطأ والخلل ورفعوا الى البرلمان. هذه من اختصاص البرلمان. اكو خطوه خطوه يعني يمكن هذا جمع المرجعيات الدينيه صعب، ويجتمعوا يمكن بمكه بال 2006 وصارت وثيقه، ويمكن وراها شفنا هو شفنا يعني ما حد التزم به. ومن اليوم الاول نحن نعاني صراع ان يرتفع شعار طائفي او لا يرتفع، ان يكون رساله طائفيه او لا. لحد هذه اللحظه ما زال الناس العقلاء الخيرين اهل الحكمه مسيطرين على الوضع، ولكن ربما تصدر كلمه من هنا او هناك مدروسه او غير مدروسه او ربما مدفوعه حتى. هي هاي ربما اللي خلتنا اليوم، انا يمكن حتى بالمقدمه مالتي عم قلت ربما، هي هاي ربما اللي خلتنا نسوي هاي الحلقه. وخليني اسال ضيوفي هنا بالاستوديو عن هذا الموضوع. سيد عبد الحسين، شلون شفت بعض العبارات اللي وردت في خطب الجمعه يوم؟ بدأت مع رائحة القهوة، ومن خلالها حصلت على أول جائزة لها في مهرجان الخليج للتلفزيون، لترحل معها إلى الذئب وعيون المدينة ونساء في الذاكرة. نهارك سعيد ست هند الجميلة الأميرة والملكة وياقوتة الفن العراقي، اشتاقنا لك واشتاقت لك بغداد، أهلا وسهلا بك. ممنونة بهذه التحية الرائعة من مقدمة جميلة ورقيقة مثلك، وأنا فعلا سعيدة بوجودي بالعراق بعد هذه الغيبة الطويلة. طيب، أول ما وصلتي لبغداد شفتيها مثل ما كنت تتخيليها دائما، أو الصورة الجميلة اللي دائما نظل مرافقتنا، يعني دائما نقول بغداد هي الحبيبة هي العروس؟ فقلت له، التفتت عليه قلت له فيصل كأني أنا ما مغادرة بغداد، كأنه البارحة كنت بيها، كشعور كروح. يعني وهذا مو من باب المزايدة، لكن الإنسان ما أعرف، أعتقد الوطن محمول في الداخل، يعني بغداد العراق موجود في داخلنا، يعني بغض النظر إحنا كنا فيه أو كنا خارجه. نمر مرور سريع على البداية ونتوقف عند الإذاعة، كانت من خلالها هي المدخل أو البداية إلى التلفزيون وإلى السينما، لو كانت قبلها أعمال سينمائية وتلفزيونية ومن ثم الإذاعة.
بداياتي كانت في الإذاعة نعم، وابتدأت أنا في عمر صغير يعني كنت أرافق ماما فوزية الشندي في أعمالها المسرحية، وفي يعني كنت طفلة صغيرة طبعا، والمرافقة خلتني دون قرار أكون موجودة في هذه البيئة وفي هذا الجو. لم تختاري هذه البيئة يعني حسيتي نفسك بأن هو هذا الواقع ماكو اختيار آخر؟ هذا بعدين لكن من كنت طفلة يعني أنا ابتدأت العمل الإذاعي في يعني عمري يمكن ما يتجاوز 14-15 سنة، وابتدأت بأدوار صغيرة، وبعدها مباشرة يبدو أن الموهبة كانت واضحة عندي. نعم. فأسندت إلي أدوار بطولة. قصص غريبة حقيقية، من الفاعل ومن الضحية، من الظالم ومن المظلوم، نسرد القصة كما هي بدون إضافات، نسأل، نحاور، نحلل، نستقصي لنصل إلى جوهر الحقيقة. غير مشفى، برنامج غير مشفى. مجموعة من القضايا نطرحها أمامكم، قصص غريبة وقصص عجيبة، من المظلوم ومن الظالم، وين الحقيقة وشلون نوصل، الأسئلة غير مشفرة. Look at him and understand.